حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم دياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 12/6 للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. أنا أنت ود الهلالي. سيدي دياب، سيدي دياب. كلامي اهدى سيادة النايب. ده كلام العدل يا كبير. وأنت عارف وضعي كنايب في المجلس حساس قد إيه. وأي صلة بيناتنا دلوقت ممكن يكون فيها ضرر كبير علي. ده بدل ما تواسينا وتوقف جارنا. وقوفي مش هيفرق معاكم كتير، يمكن يدمرني، خصوصا بعد ما تعرف انكم تجار سلاح وبقيت فضيحة في البر كله، كمان الحكومة اشتبهت فيك. ما الكل عارف وشايف وساكت من زمان، بس بعد آخر عملية وتجابر والحكم بالإعدام على دياب ثبتت عليكم ومحدش هيسكت، والدابة اللي كنتوا دفننها في الجحور هتطلع والحكومة حط عينيها عليكم. اوعك تكون فاكر ان انا اتكسرت ولا المركب بتغرق وانا مداريش. لا فوق، ده انا منصور البطاش ومحدش يقدر يهزمني. خلينا نتكلم بصراحة يا كبير. جابر والدك الكبير الله يرحمه كان دراعك اليمين، وربنا أراد إن يتقطع، ودياب ولدك الصغير كان رجليك اللي بتمشي عليها، ويا عالم هتقدر تمشي تاني ولا لا؟ وكمان السن اللي حكمه كبير. ما جاش في بالي إنك تاجي بذات نفسك وتقول لي كلام زي ده. هي دي الحقيقة كبير مهما كانت مرة، والكلام ده لمصلحتي ومصلحتك ومصلحتنا إحنا التنين. نهد اللعبة على الآخر ونقطع أي صلة بناتنا دلوقت لحد الفترة دي ما تعدي. ودلوقت إيه المطلوب؟ حكمة بنت أخوي تعاود معايا لبيتنا. تعاود كيف؟ وهي مرض دياب وعلى ذمته. ما تاخذنيش يا كبير، دياب دلوقت في حكم الميت وحكم الجنون. مش معقول بنتنا تفضل حداكم شهر ولا اتنين ويمكن تبقى أرملة. لا يا عمي، أنا قاعدة هنا في بيت جوزي ومش هم الواصل. إيه الكلام ده يا بنت؟ ده آخر كلام عندي لو كنت عاوز تسمع. اسمع كلام عمك يا حكمة، ما تعنديش. دي مهما كان عمك وهو أضرب مصلحتك. مصلحتي؟ عمي عمره ما فكر غير في مصلحته هو، وجيته دي عشان يأمن نفسه ويبعد الشبع عنه في تجارة السلاح. ايه اللي بتقوليه دي؟ انا خابرة كل حاجة وعارفة ملعيبك. اتحشم يا بنت. كلام ده فات اوانه، كنت تقوله ايام ما كنت احداك في بيتك، انما دلوقتي انا في بيت جوزي وابو ولدي. ولدك؟ ايوه انا حبلة. وعرفت كيف؟ ده شغل حريم يا عمي، وانا اتأكدت. وجهها مطين نبطين اني حبلي؟ ده بدل ما تحب على راسي وتبارك لي. لكن كيف وانت طول عمرك خوان ومالكش خير في حد؟ اخرس يا بنت. وقف عندك يا صادق، كن في علمك حكمة من دلوك بنتي واللي بطنها ولدي من نسل البطاطش، وانت مالكش سلطان عليها ولا عليه. اعتبرني موت زي محروس، فاكره أخوي اللي سيبته في الدنيا يضيع من غير ظهر ولا سنة. أنا فعلاً متبر منك، وأنت من الساعة دي لا من الطراشنة ولا أعرفك. حسرة على الطراشنة اللي ولوا عليهم كبير، ما ماليش مطرحه. اخرسي قطع لسانك. قلت لك حكمة من الساعة دي بقيت من البطاطشة ومقامها من مقام بناتي وأكتر، وإحنا في سلونة اللي يمس طرف مرة من عندينا
نقطع يده. ماشي يا منصور. اسم الكبير. ولا يهمك حكمة يا بنتي، طالما اشتريتيني لممكن نبيعوك واصل. الله يكرمك يا عمي. من دلوق قولي لي يا بوي. أمرك يا بوي. يا نجيبي تبكي ولا ايه؟ ليها حق تبكي بدل الدموع دم؟ بكره حكمة تركب وتدلدل عليها. انتوا اللي جابكم هنا يا بوي؟ هو انت دايما كده؟ احنا جايين نواسوك في مصابك. للان ما تصابتش ولساني حافظه مقامي، وبكره تشوفوا. قولي لي يا حكمة يا بنتي، انت ليه عملت كده؟ واحده غيرك كان ممكن تروح مع عمها وتتطلق من دياب وتريح نفسها من الموال دي. ما تعودتش اهرب عشان انفض بجلدي. ابويا الله يرحمه علمني ما اخافش. يمكن جوازي من الدياب كان جسمه ونصيب، ما كانش ليا يد فيه، لكن اختياري اني اعيش معاه لسه في يدي، وانا اخترت اعيش مع الدياب حتى لو كان ميت. اصيله يا بنتي، دلوق بس اتاكدت اني اخترت الولد دياب الزوجه الصالحه اللي تصونه وتوقف في ظهره. بمد يدي ليدك يا عمي عشان تكوني ظهر، كل قلبي يخاف عليك. وجابر في رقبتي، مش همل واصل. لا، خلي الطار على الرجاله يا بنتي. وانا مره بميت راجل، والطار ما بيفرقش ما بين راجل ومره. حرجة لازم ياخده. أفارم عليك يا بنت البطاطشة. تعرف يا أبوي، أنا ما همنيش حكم الإعدام ولا حتى موتي. اللي حارق قلبي من جوا أخويا جابر اللي اتقتل قدامي وما قدرتش أعمل له أي حاجة. اهدى يا ولدي، اهدى عشان نعرف ونفكر وندبر نفسينا. أنا خليت المحامي ينقض الحكم. بس أنا هستنى محامي وحكم تاني. الحكم طلع طلع يا أبوي. طلع. وحبل المشلقة شايفه قدامي. بعد الشر عليك يا ولدي. أنت لازم تطلع وتعيش عشان تربي ولدك اللي جاي. ولدي. ولدي. أيوه. حكمة حبله. مكتوب علي أبوي يوم ما يتولد ولدي يكون آخر يوم في عمري. أشوفه يا أبوي، أشوفه قبل ما أموت. حتشوفه يا ولدي وحتربيه وحتجوزه كمان. على يدك يا أبوي، على يدك تلقاني صرفة قوى. أحب على يدك. أشوف ولدي يا أبوي. تعال بباط يا غالي يا ود الغالي. ما تخافش يا حبيبي من أي حد طول ما أنا جنبك، لحد ما تكبر ويشتد عودك وتبقى راجل يخوف الرجالة. من أبويا جد. أبوك راح عند ربنا وسابك نايب عنه هني، ولازم تبقى قوي وتبقى راجل وتشرف أبوك. أنا باكل زين عشان أبقى قوي وأكبر. مش بالوكل بس يا ولدي، لازم تبقى قوي وتبقى راجل يخوف الرجالة.
ويبقى قلبك جامد والخوف نفسه يخاف منك وترفع اسم البطاطشة لفوق لعالي، انت وعيالك وعيال عيالك ليوم الدين. لحال الدنيا يا كبير. قلبنا معاك. شد حيلك. في ايه يا دي انت وهو؟ مالك يا دي انت وهو عاد؟ ولا حاجة، احنا جايين نوسوك وناخد بيدك في الشدة اللي انت فيها دي. صح، احنا مهما كان في مقام اولادك. وإذا كان مثلك راجل، ربنا عوض عليك بثلاثة، اعتبرنا دراعك اليمين يا عمي. اكتم خشمك يا دي انت وهو. أنا ضفر عين من عيالي برقبة 100 راجل زيكم، وكان جابر راح فديه قدر ربنا، ولد دياب هيطلع غصب عن عين التخيل. احنا قصدنا انتوا ما تسووش حاجة في سوق الرجالة واصل، ولازم تعرفوا ان انا الكبير وهفضل طول عمري الكبير. ولا انتوا صدقتوا كلام صادق ده؟ أنا أفحص برجلي. طب جربنا يا كبير وشفنا رجالة ولا لا؟ جربتكم قبل كده، ويكون في علمكم أنا جوزتكم بناتي عشان معاكم شهادات، وهو الجواز سطرة. بس كده وحسك عينك أنت وهو تفتح الموضوع ده واصل. أنا منصور كبير البطاطشة، ويوم محتاج راجل يجيني 100 راجل في غمضة عين. مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم يا كبير. غوره من وشي. حاضر يا كبير. هو اللي زعلتك في حاجه يا كبير؟ اكونش انا اللي زعلت. انت وهو. اسمع، اللي هتشوفوه دلوقتي يفضل سر بيناتنا احنا الثلاثه، واللي هينطق عنه بكلمه لاي حد يبقى مستغنى عن عمره. اوامرك يا كبير. سرك في بير يا كبير. ده احنا ستر وغطى عليك. سيدي دياب. ولدي. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. سيدي دياب، ألف حمد لله على السلامة يا سيدي. ألف حمد لله على السلامة. ازيك يا ولدي؟ بخير طول ما أنت بخير يا سيدي. طاهر، مالك مساهم كده ليه؟ لا ده أنا فرحان، ده أنا الفرحة مش سيعاني إن أنت طلعت لنا بالسلامة وخدت البراءة. الحمد لله على السلامة يا سيدي. دياب، احنا هربناه من السجن والسر ده
لازم يفضل بيناتنا احنا الثلاثة، ولو طلع يبقى حد فيك اللي بلغ. يبلغوا كيف عن سيدنا وتجراسنا؟ هو احنا نقدر نعمل حاجة؟ ده احنا الفرحة مش سيعانا، ده أنا مش عارف أعمل إيه والله يا سيدي أبدي، لو ما شعليتكش الأرض نشيلك فوق راسنا. تشكر يا طاهر، تشكر. عاوز أتحدث مع ولدي احنا الوحدين. أمرك يا كبير. طب احنا برا، لو احتجتوا أي حاجة اندهولنا. استنوا شوية. المركب اللي جيتوا فيه تدلوا على الغردقة، تشتروا خلقات جديدة وتعودوا تاني. أوامرك يا سيدي الناس. يلا يلا يلا. توحشتك قوي يا دياب. ده انت روحي، انت عيني اللي بشوف بيهم، ده انت دراعي اليمين، وانت اللي ورايا واللي قدامي واللي خلق الخلق. لو حد مس شعره فيك ولا هو بناحيتك تاني لخليه يندم على اليوم اللي اتخلق فيه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. قولي صح يا ابوي، الناس اللي هربوني دول مين؟ زانين. زانين قوي. دول ناس متخصصين في العمليات اللي زي داي. وانا قلت لك يا ولدي الصبر، الصبر عشان ندبروا نفسينا ونفكروا وندوا العيش لخبازه عشان يخبزوا. وليهم دارين وصل البحر دي يا ابوي؟ اصل المايه دي على الحدود، ولو حصل شيء تقدر تهرب بالمركب ده وتطلع برا مصر. وجيب لك معاي الباسبورت بتاع جنوب افريقيا. الله ينور عليك يا ابوي. المهم لازم ندلوك نفكروا في حاجتين تنين مالهمش تالت. اول هام مين الخاين اللي دخل الحكومة وسطينا وبلغهم بميعاد العملية. تاني هام ناخده بطار اخوك جابر. دلوك احنا اطمنا عليك، لازم نطمنوا على جابر عشان يكون مرتاح في تربته. قصدك الضابط الكلب اللي كان مسؤول عن العملية؟ ايوه. هو اسمه ايه يا ابوي؟ اسمه حسام الهلالي.